ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. ماشي. الإيمان المبطأ ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أن القرآن كلام الله سبحانه جل في علاه، غراما يعني ملازما، ملازما شوف كالغريم الذي يلازم غريم. روى المصنف في سند يعني سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وفي رواية أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. وفي رواية عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، وذلك القرآن منه خرج وإليه يعود، منه خرج وإليه يعود. والأسانيد فيها بعض الضعف نعم، وروى بأسانيده المختلفة عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عليكم السلام وبركاته، فإن قومي منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا حديث صحيح. وجاء أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل من شيء خرج منه، وهو القرآن، وأسنده فيه ضعف. رواه بإسناده أيضا عن ابن نفيس جبير بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني يقصد بذلك القرآن، وهذا إسناد أيضا فيه ضعف. وروى بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاء جبريل فزع عن قلوبهم فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربكم؟ قال: يقول الحق، فينادون: الحق الحق الحق. وفي رواية عن عبد الله، وهذه الرواية مرفوعة يعني هو موقوف لكن حكمه الرفع، إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم نادى أهل السماء: يا أهل السماء ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، قالوا كذا وكذا. وعن مسروق عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد فيه شيء من الضعف، قال في رواة صحيحة قال القرآن كلام الله، قال سمعت الدغشي يقول، قال مجالد، قال عامر، قال مسروق، قال عبد الله: من قال غير ذلك فقد كفر، يعني من قال ان القران ليس من كلام الله بل هو مخلوق فقد كفر. وهذه كلها اثار يعني تبين لنا بان القران هو كلام الله جل في علاه، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به الى النبي الامين، ولذلك قال: لن تتعبد الله بخير مما خرج منه، وهو القران. وفضل كلام الله على فضل كلام العباد كفضل الله على العباد. وهذه أيضا أسانيد وإن كان فيها شيء من الضعف نعم، لكن الكل الأثار والأسانيد على أن القرآن هو كلام الله، تكلم الله به وسمعه جبريل وجاء به إلى النبي الأمين فسمعه النبي ووصله، وقد كان يخشى أن ينسى منه شيئا، فقال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وكل هذه الآثار من السنة أيضا مثل الآيات التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا بإضافة الكلام لله تعالى في علاه، وهي إضافة الصفة للموصوف، فهي إضافة الصفة للموصوف. فكل هذه الأحاديث جاءت على أن القرآن هو كلام الله، ومن قال بغير ذلك فقد كفر. وقاله ابن مسعود قال: من قال بغير ذلك أن القرآن كلام الله فقد كفر. ولذلك قال ابن مسعود: من قال غير ذلك فقد كفر.
وعن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما هما اثنتان، الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد. ألا وإياكم محدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وهذه البدعة هدامة للشرع. لكنه قال: خير الكلام كلام الله، وأضاف الكلام إلى الله جل وعلا، إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم، وهذا أيضا في إثبات كلام الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: القرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فقد كفر. إضافة الكلام الله إضافة صفة للموصوف. الإيمان بصفة الكلام، أن نقول أنها صفة من صفات الفعل الذاتية قديمة النوع، حدث الأفراد تليق بجلاله وكماله وعظمته، فهو يتكلم، نعم يتكلم بكيفية لا نعلمها لكنها غيبية فنؤمن بها ونسلم له، لكنه يتكلم ويتكلم بصوت وحرف. والدلالة على ذلك حديث: إذا تكلم الوحي سمع أهل السماوات للسماء صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفا، فتأخذ السماء منه رعدة رجفة، حتى إذا فزع القلوبين قالوا: يا جبريل ما قال ربكم؟ قال: الحق. قالوا: الحق الحق. قالوا: الحق الحق. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.